أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما حرم أكله حرم بيعه مثل الصقور والكلاب التي تستعمل للصيد؟ هذه السباع لا يجوز بيعها لا من الكلاب. الكلاب جاء النهي عن بيعها ولو كانت معلمة، نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. أما الصقور ما ورد نهي عن بيعها، ما ورد نهي عن بيعها. الحمير يا أخي يحرم أكلها ومع هذا تباع بالإجماع، فما هو كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، لا، تباع للانتفاع بها بغير الأكل. نعم.